السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف مليون مبروك لمنتخب تونس نسور قرطاج اسعدونا ونجحوا انهم يقصوا منتخب في حجم نيجيريا ، نيجيريا المنتخب اللي كان من المرشحين للفوز باللقب في النسخة دي بصراحة منتخب تونس عمل اعجاز منتخب تونس واجه صعوبات من الصعب جدا ان اي منتخب يواجهها من بداية من الظلم البين اللي وقع على منتخب تونس في المباراة الشهيرة والفضيحة التحكيمية وعدم اكتمال الوقت القانوني للمباراة وطبعا تغاضي اللجنة المنظمة والاتحاد الافريقي عن الموضوع لكن بصراحة قدروا يتماسكوا وقدروا يصعدوا الى دور الستاشر 16 ويواجهوا الغيابات منتخب تونس 12 حالة غياب منهم الاصابات العضلية ومنهم الكوفيد وبصراحة ما كانش حد متوقع جدا أبدا إن يحصل حاجة زي كده وإن منتخب تونس يقدر يتخطى عقبة نيجيريا لكن بصراحة منتخب تونس عمل امبارح إعجاز كروي وقدر إن هو يقصي منتخب نيجيريا ويقضي على أمال نيجيريا في في الصعود وفي الوصول للمباراة النهائية بصراحة كل التحية وكل التقدير لأبطال تونس والنسور قرطاج على اللي عملوه امبارح منتخب تونس يا جماعه اقل منتخب اخذ وقت راحه منتخب تونس كان بيلعب يوم الخميس ولعب دور 16 يوم الاحد فبصراحه كل التحيه وكل التقدير لمنتخب تونس وللاعيبه منتخب تونس وان شاء الله المصابين يرجعوا وي... ونشوف منتخب تونس كده بيتقدم في الادوار دي ويوصل للمباراه النهائيه لمقابله منتخب مصر بقى ان شاء الله يعني نتمنى تكون مواجهه عربيه ونهائي يكون عربي خالص باذن الله كل التحيه كل التقدير ومليون مليون مبروك لمنتخب تونس على الانجاز اللي عملوه بصراحه يستحقوا اننا كلنا نرفع القبعه احتراما لهذا المنتخب ولهؤلاء الابطال اللي فرحونا امبارح بصراحه بالفوز على منتخب في حجم نيجيريا يعني اكثر المتفائلين كان يتوقع هزيمه منتخب تونس او على الاقل الوصول للمباراه بركلات الترجيح او كده حابب اوجه رساله لمنتخبنا الوطني المنتخب المصري يعني منتخب تونس يضرب به المثل دلوقتي بصراحه يعني انهم يلعبوا مباراتين ويسافروا من بلد لبلد عشان يلعبوا على الملعب اللي نيجيريا كانت فيه وفي الظروف الصعبه دي وفي الغيابات دي اتمنى ان احنا كمنتخب مصر احنا واخدين اكبر فتره راحه تقريبا احنا لاعبين لاعبين يوم الاربعاء وهنلعب يوم الاربعاء ف... ربنا يا رب يكملها على خير و ومنتخب تونس كده بيقول لنا انه مفيش مستحيل يعني لعبوا مباراتين في 72 ساعه وقدروا يصعدوا وقدروا يتخطوا نيجيريا منتخب مش قليل ومنتخب مش هين وكان من المرشحين للفوز باللقب فيا ريت ان احنا نحتذي حزو تونس ونقدر ان احنا نقصي منتخب الكوديفوار و ونقدر نفرح كل الملايين دي ونصعد زي ما منتخب تونس صعد وربنا يا ربي يكمل البطولة على خير ونقدر ان احنا نحقق اللقب ويكون حاجة تسعد المصريين وتعوضنا عن اللي حصل في البطولة العربية بإذن الله